حضرتك ما هو الفراغ الدستوري؟ الفراغ الدستوري أنه يعني لا توجد يعني إرادة تنفيذية وتشريعية لقيادة البلاد. ليش خلوه بالدستور وليش سيدي لا توجد في الدستور ولا في أي قانون كلمة فراغ دستوري. طلع لسه الدستور خلينا نقلبه. أنا قاعد أنا تسمح لي أقول بعض الأسماء مع كل احترام للتوصيفات والمقامات. السيد برهام صالح على سبيل المثال الذي يعني لوح باستقالة ولم يستقيل، هو أطلق هذا المصطلح ربما خوفا على البلد وعلى مسيرته، لكن هذا المصطلح لا يوجد في القاموس. ليش ما يكون ضغط مو خوف؟ ربما يكون ضغط بشكل أو بآخر، ما يكون من شيء، يعني ما قاعد بقلب الرجل، ولكن أنا لا أؤيد هذا التلويح بالاستقالة، ما يكون من شيء، ولكن الحديث نبقى في سياق الموضوع. في القاموس القانوني، في القانون الدستوري وغيره وغيره وغيره، لا يوجد شيء اسمه فراغ دستوري. بهيك حالة تأخذني السؤال، يعني أيهما أفضل، يرشح شخص يعني ما يريد الشعب أو يقدم استقالة؟ أي برأيك من معذرة لا نحمل الشعب أكثر مما يحتمله من طاقة. أولا التظاهرات رغم كل يعني شرعيتها وقدسيتها بصراحة فيما يتعلق بالمطلب العراقي ليس لها واجهة محددة، لذلك ما أراه أنا صحيحا، وطبعا أكيد العراق مشاربة مختلفة، من أراه مناسبا لا يراه الآخر مناسبا. ولذلك اليوم أنا كتبت يا أخي الكريم يا متظاهر يا حبيبي، اكتب فلان يمثلني واكتب اسمك جوا اللافتة، وفلان اكتب فلان لا يمثلني واكتب اسمك جوا اللافتة، وليس بالضرورة فلان الذي يمثلك وفلان الذي لا يمثلك يمثلني. لذلك يجب أن نركز على هذه النقطة. إذن التظاهرات ليس لها واجهة سياسية، فمن يعني من الصعوبة جدا لا منطقي أن نطالب المتظاهرين بما يعني لا يوجد له أساس.